شعب الجزائر غضوب الوثائق غضوب الحريق وشعب الجزائر شعب الأمين وما كان يوم
أما بعد أيها الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحتفل الجزائر من أقصاها إلى أقصاها بالذكرى 58 لاندلاع الثورة المباركة. سيبقى تاريخ الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله بأرض الجزائر الصامدة يروى للأجيال بكل فخر واعتزاز عن تاريخ هذا اليوم الخالد بين أيام الله الخالدات الذي سجله عباد الله المؤمنون في أقطار الإسلام عامة وفي هذا القطر على وجه الخصوص. وستظل الأجيال المتعاقبة تردد على مسامع الزمن أصدع هذا اليوم العظيم الذي تفجرت براكنه على الظالمين الغاصبين المعتدين. اللهم ارحم شهداءنا لله والوطن، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mani mobil dari